هذا الموضوع ديال الطرق المملكة المغربية طوال العقود الماضية راكمت في واحد تجربة كبيرة جدا لا أدل على ذلك من المؤشرات. أولا عندنا تقريبا الآن 58 ألف كيلومتر ديال الطرق وطنية جهوية والطرق المصنفة بشكل عام، ما نتكلموش على الطرق الغير مصنفة الطرق القروية. عندنا الآن ما بين طرق السيارة والطرق السريعة حوالي 3000 كيلومتر، يعني أول دولة إفريقيا. أنتم عارفين بأننا غادي نكملوا إن شاء الله في السنوات المقبلة الطريق السريع اللي غير بالتزنيت بالعيون واللي غيضيف بطبيعة الحال الحصة ديال الطرق السريعة. وعندنا واحد العدد ديال المنشآت الفنية من مستوى عالي جدا. المهم في هذا كله أن هذا يتم بمقاولات وطنية، يعني 100% مقاولات مغربية بمكاتب دراسات مغربية وبمهندسين وخبراء مغاربة. السؤال ديالكم تنصار في القضية ديال الجودة ديال هذا الموضوع هذا، أجيب يعني في عجالة. هذا الموضوع هذا مرتب بشكل دقيق جدا بحيث أن الصفقات تعطى حسب التصنيفات ديال المقاولات، وحنا من الدول القليلة اللي تنعتمد التصنيف ديال المقاولات، وبالنسبة لنا هذا واحد الضمانة اللي تتخلي المال العام عنده واحد العدد ديال الضمانات انه يتم بواحد الشكل او يتم صرفه بشكل معقول.